أمام ربو حتي أنتو أرغت كي الصدمة ديالي أنا راني باقية الآن مصدومة باقية الآن هاد بكلام ما كندي حتى شي حاجة في داري. السلام عليكم إخوان الأخوات، كيف نتوما؟ بخير، مزيانين، هانيين، كلشي بخير. مهم أخوتي، هذا ماشي فلوغ وماشي موضع، هذا نداء قلوب الرحمة أخوتي. واحد الفيديو مؤثر بزاف، يعني ما نقول لكم والو، أنا نخلي لكم السيدة هي اللي هضرات وغتشوفوا ولادها. مهم، جوج بنيتات، الكبيرة إيمان عندها 17 سنة والصغيرة أميمة. هاد جوج بنيتات أخوتي خلقوا، واحدة كتشوف واحدة ما كتشوفش. المهم عملوا العملية، عملوا لهم العدسة، ودابا زعما حالة لا يقتلها. المهم أخوتي غنخليكم مع الفيديو، صراحة أنا ما نقدر نعاودكم والو، داكشي كيبكي. بقاو مع الفيديو وتبعوه، وكنتمنى هاد الفيديو يتبارطاجا للناس اللي تقدر تنقف مع هاد الناس هادوما، تقدر تعاون هاد جوج بنيتات، هاد جوج بريئات. واحدة مسكينة كانت كتقرا في مدرسة في العمومي ونقلوها لمدرسة المكفوفين بسبب أنها كتشوف بعينة واحدة، ودابا تنقل العينين الثانية. المهم أخوتي واحد الحالة شغنقول لكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلاد ديالنا هادي حالة من بعد بزاف الحالات اللي كاع ما كيبانو. المهم أخوتي خليكم مع الفيديو، وكنتمنى الناس تبارطاجيه، واللي يقدر يعاون هاد الناس هادوما باش ما كان في سبيل الله قلوب الرحمة أخوتي. المهم خليكم مع الفيديو، السلام عليكم. ما درت اخر هاد النداء هذا، راه حتى وصلت لك عند العظم يعني. فتجي عندك كيف انت كتقول لك ابا مرا بقيت كنشوف، ابا مرا بقيت كنشوف، ارغت كي الصدمه ديالي انا راني باقيه الان مصدومه، باقيه الان هاد بكلام ما كندير حتى شي حاجه في داري. حتى الاخر نسى تدخل الخدمه ديالي، كندير تدخل غير الميناج صافي. انا تدخل وقفتو يعني ما عندهاش قبل يكون بها. دابا باغي خصها بشي قرات اللي كنخليها تاخر معها، دابا هي اللي كتفيقها وكدير لها بشي مرات الدواء. يعني راه وصلت بيا الاخر عند العظم، انا راني باقيه مصدومه. راه ست الناس اللي راه مكنسوش، راه كنطلب منك واللي شاف هاد الفيديو يشوف لها الايمان ولا الاخر اميمه. اغلى حاجه عندي وهي اخرى البنيات. عرفتي راه ما عندي جوج دخلوا ليا تراو مزيانين يعني كيشوفوا باش ايمان واميمه. عرفتي راه هما دخلوا الحياه ديالي، فكنطلب منكم تدخلوا تعاونوهم وتشوفوا هذاك من حالهم. خويا يعني حنا صبرنا بزاف، راه منين زادوا وانا كنخرج وانا كنكون عالي معاهم وكثريه وهم ساكت. دخل ايمان راه باقي في الصدمه، ايمان دابا سيمانة هادي وهي راه في الصدمه، راه كتبات كتبكي في الليل كتنوض مسكينه ما كتبغيش كاع هكا تنوض، يعني كتنوض مسكينه كتنطح في الحيط كتنطح في الباب. الصباح كتكمر كتنطح حتى راسي مع الحيط، راه باقي راسي عاد كيحرقني. ملي سمع بنتي كتقول لك هاكا كيمشي تكون خو الحياة ديالك. من هنا انا كنطلب منك وكنترجاكم تشوفوا فيهم. انا ما بغيت والو، انا بغيت غير بناتي خويا يتعالجوا. يعني هادي سنين وانا كنخون قاسي معاهم، باهم راه داخل ما تحلوش. انا هذا خور كاري اخر هاد البيتين هادو بجوج يلا بحال هكا نزكي حد دخل مع المصاريف ديالهم. هما يهمهم كيقراو في الدرعه في سنخ ديال المكفوفين، وانا الخروانة ديما كنمشي عندهم وعندي في العقل ديالي معاهم كنخاف عليهم بزاف. يعني كنطلب منكم تشوفوا فيهم، الله يرحمكم كل والدي. المهم تو غنش تواريخ شوية الخوالي وتواريخ والو خسرت كاميرا غا تواريخ هنا زعما غا رحقا مدرسة. كنتمنى هاد المحسنة اللي عاونانا ان شاء الله. لالا فاطمة، بغيتك عافاك تشرحي لينا هاد الحالة ديال هاد البنات بالتفصيل. على حسب شنو قلتي اللي فهمنا انه بجوج هاد البنيات عندهم نفس المشكل، المشكل اللي عندهم ديال القرنية والمشكل ديال الشبكة. قلتي إيمان هي الكبيرة عندها 17 عام، تزادت كتشوف ومن بعد وقع لها مشكل في جوج العينين. على حسب شنو قلتي لي وعلى حسب شنو قال لينا الطبيب مي شافهم، انه العينين ديالهم ولاو كيعمروا بالمبيض حتى تكونت ليهم الجلاله. ياك دارت العمليه حيدوا ليها الجلاله وداروا لها الشبكه، لا هي ولا اميمه بجوج بهم. ولات ايمان كتشوف، من بعد مع المده مشات ليها العين اليمنية ولا اليسرى ما بقيتش عاقله. اليمنية اليمنية اللي مشات ما بقات كتشوف بها نهائيا. مؤخرا
هي كانت كتقرا في التعليم العمومي ياك من بعد عيطوا لك قالوا لك ما يمكنش هاد البنيه غادي تبقى في التعليم ديتوها لدار المكفوفين باش تقرا تما حيت عندها عين وحده باش كتشوف. دابا هاد السيمانه اللي فاتت شنو وقع ليها ديك العين صافي ما بقاتش كتشوف بها؟ هاد السيمانه هادي انا كنت هاد الخدمه كتعيط عليا قالت اجي عندي اخر ماما راه داك عفس مكره داك العين اللي كنت كنشوف بها راه ما بقيتش كنشوف بها. هذيك هي كنمشي عندها كنديها نتا كزمك عند الطبيب كيدوز لها كيخرج لها الدواء قال لك خرب بنتك راه عندها جلاله عندها الشبكه وخاصها الزراح يخرج قرنيه يعني دابا راه ما بقاتش كتشوف نهائيا نهائيا دابا بجوج العينين والو بجوج العينين دابا ما كتشوفش يعني كانت واحد العين مشات هادي بشحال هادي ودابا داك العين مشات كنتي كتستناي باش يتصلوا بك من فاس على حسب شنو فهمت منك على حسب باش دير زرع القرنيه وما عيطوا عيطوا لك جوج المرات ولكن من بعد ما كان والو عيطوا ليا وجوج الخش في جوج المرات قالوا ليا قول لي الخشي بايمان التوزاني راه جات عندها في القرنيه راه حنا كدا لازم نديروها لها وجدت لها انا الدوسي ديالها والتحاليل والراديون وداكشي كلشي ديتهم قال لي له عاوتاني راهم باقي وعاد ما جاوش بقيت كنتسناهم عاوتاني شحال عاوتاني كازمك ولا كازمكم عيطوا لي وفي تاليا دابا ملي مشيت فينا خو داروا فيا قالوا لك صافي عرفتي حنا راهم باقي وعاد ما جاوش ما عيطنالكش الوقت فات وديك العين اللي كانت كتشوف بها شويه تفرصت عليها يمكن وقع لها نفس المشكل يعني هذا ما كتشوفش بجوج العين عرفت زعما مع القرايه مع داكشي يعني دابا تاع صحاب الداخلي دابا رجعوهم كيقراو الاخر مع اللي كيشوفوا دابا من برا يعني هي كانوا كتمشي بحال هكا زعما مع الاولاد يعني هي ما كتشوفش فاش وقع لها الاخر النهار الاول ديال هذا الاخر النهار الاخر نهار الاخر ثلاث وقع لها صافي خرج وقفت في الزنقه صافي نزلت لها الضبابة مابقاش كتشوف اتصلوا بك باش دابا هي هاد ايمان دابا كتقدر في الاول كانت بواحد العين كتمشي للتواليت ديالها كتحرك كتخرج كتمشي كتقرا كتقرا كلشي ودابا ما كتقدرش دير حتى حاجه دابا ما كتشوف ما والو دابا حدا عرفت دابا انا هي اللي كنديها اللوتش كنخرج كنصايب لها كلشي يعني ما تقدرش دير حتى حاجه بوحدها واخا. وبالنسبه لاميمه عندها حتى هي المشكل في جوج العينين وحتى هي عندها الجلاله راها ولات قاصحه دابا الجلاله على حسب دابا اميمه يعني اميمه زات ما كتشوفش فهمت اميمه ما كتشي زات يعني ما كتشوفش نهائيا شنو قالوا لك الاطباء حتى هي خصها الزرع ديال القرنيه وحتى هي باش قفلت هكا في زمك هذا الاخر عام حتى هي كتبقى درناها لها هذاك دخل عدسات حتى هي ولات كتشوف دابا شويه دابا حتى هي ما كتشوفش بزاف يعني حتى هي دابا برا في الشعر ما كتشوفش التلفازه راه ما كتشوفش راه حتى كدير قدامها يعني حتى تقرب الحاجه عاد كتشوف وفي القرايه حتى هي والو يعني والو راه باقي اخرى عاد في الرابع يعني راه ما كطلعش نهائيا ما مشت ورا ما يوداني جانا كينخدي فيديو هي غادي تفرجن الحاله فيا ثنين مشت ورا بحاله وعن تطاس الوالده نسن وزيخ تتصل انا ميدا صوت غي غسمه باش نقع الله يحسن عاون بنادم اغلى حاجه غصوبتي الطاوين هذو ني الاساس يعني زعما لا استراح شان حاجتي بنادم هذا سيصبع ولكن رضي الطاوين يعني اقل حاجه هو بنادم راح يقدر حاجه نسوي زعما راح وحبس يخسر الشبان في حنجرينا يا ما مشتو هرام في حنجات غاص 17 سنه في حنجات نغني ما 17 سنه وخط مضها وثيمه بمليح الحاله نسن قبل ما مشتو هرام يعني يا مديني الواحد وزما ما يعبر الحاله في قصحه الطاس تي الطويل خمين تروح انت بنادم اقل اخو ايمان حتى الحاله النفسيه نسوا تجيبو مليح وزن ما تغاث غوريت عيس خاس تغاث تبقى مليح رخو رمي راتي تني تغزي توارا وزن ما شاء رخو الحاله النفسيه نشوي توارا سكر سترو نتمنى زين محسنين يوداني تروح نغار حيج تاد الفرصه اقا كورونا خو تروح ملا غير حيج لا والو تاد الفرصه باش تعاونم يودانايا يحواجن الدعم نوم حواجن يجن عمليه تكلف جا 6 مليون 7 مليون في المصاريف مره والعمليه وجبو تهون يخصص حتى حنا تقنديا الرباط من زي زرع القرنيه واخ جيشان شي ندير تيدي النظر وتمني يغزي المحسنين ديوداني جن ديس نرحم الديور نسن العاونين العائليه اذرن فضحشت اي حنجرينايا وشكرا.